لعنة النزوح تلاحقهم أينما حلوا وارتحلوا. من نجا من موت محتم في القصف استقبله شبح الجوع أو الوباء والمرض. نازحوا غزة من مصير محفوف بالمخاطر إلى آخر مجهول. منظمة الصحة العالمية حذرت في أحدث تقاريرها من مخاطر وباء كبير يهدد قطاع غزة في مواجهة تدهور حاد للمنظومة الصحية هناك. التقرير تحدث عن تراجع وتدهور كبير للأوضاع الإنسانية حتى إنه يبدو متسارعاً نحو الأسوأ. وتقرير المنظمة الدولية يتمحور حول وباء لم تحدد اسمه، لكنها اكتفت بالقول إن كل المؤشرات تنذر به. التقرير أضاف أن 1,000,000 طفل في غزة نزحوا من غزة، تهددهم الأمراض خاصة في فصل الشتاء. لذا ذهبت المنظمة الدولية إلى المطالبة بضرورة الاهتمام بوضعهم. وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، فإن الأجواء الباردة والممطرة تزيد من معاناة الغزيين، مع تأكيدها على وجود حالة جوع حقيقية تؤثر على 90% من السكان. وفي تطور مثير للقلق، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عجزها عن تقديم خدمات الإسعاف في شمال غزة، مما يجعل القدرة على معالجة المصابين أمراً صعباً. في ظل هذا السيناريو المأساوي، تحث منظمة الصحة العالمية على زيادة الدعم الإنساني والطبي لغزة، وتطالب بتقديم المساعدة الفورية للمتضررين. والاستدراك ما يمكن استدراكه، تزداد المطالب الدولية المنادية بضرورة إرساء وقف فوري لإطلاق النار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.